لدينا هنا مرقن. إذن لمعرفة هذا المرقن، هل هو مصعد مشترك أو مهبط مشترك؟ لاحظ الخيط هذا اللي هو في القطب هذا، كما نعلم لدينا هاهو المرقن. شوف، لاحظ أنه عنده 5 أرجل منا ومنا، وكل رجل عندها الدلالة تاعها. إذن هاهو الشاهد الضوئي، لاحظ بما أنه راهو في الأرض، إذن هذا مهبط مشترك بما أنه مع الأرض. الأزرق أنه الصفر، والأحمر هو الفي سي سي، إذن هذا مهبط مشترك. الآن نريد التعرف. إذن الرجل الأولى كانت البي، الرجل الثانية لو أ، هادي سيلو شكون؟ الاف، وهذا الاف. عندني رجل اخرى، سوف اجد جي، نجيب هنا سي، دي، واخيرا الأ. بهذا تعرفت على المداخل A B C من خلال كان عندي هاك، وانا حبيت نتعرف كل رجل واش تمثل لي. اذا كي نحط هكذا عرفت بلي هذا السي، والأ راهو من الفوق، الأ راهو من الفوق. الان عندنا المرقم تاعنا عباره عن مصعد مشترك، مصعد مشترك ماشي مهبط مشترك. لماذا؟ لان القطب الثالث راهو مع الاحمر الفي سي سي. الان عندي حنستعمل مفك الترميز بي سي دي 7 قطع، بي سي دي 7 قطع. اذا قلت بي سي دي 7 قطع، عندي 4 مداخل، هذا ا البي السي والدي، ا ب السي والدي. لما كامل راهم في صفر واش رقم لي؟ صفر. لما الا نديرو في 1، واش تحصلت على 1؟ لو نرجع الا ونجبد البي نحطو في 1، بما انها تيتيال ياخي قلنا كل خيط يكون في الاعلى معناتها راهو 1، ولكن حنا نديرو لفي سي سي بما انها تيتيال. اذا حصلت على 2، 0 0 0 1 0 0 هي 2. نجي نخلي البي ونزيد الأ، واش حصلت على 3. الآن حبيت نرجع 4، لازم 0 0 في الأ، 0 في البي، و1، وبالتالي حصلت على 4. نعاود أو أواصل، عفوا أواصل. عندي 4، ها هو البي، أضيف له لازم السي، السي مع الأ تولي 5. 6 هي شكون؟ الأ يرجع 0 والبي يرجع 1، إذن عندي 6. الآن 7 هي شكون؟ هي الأ والبي والسي. أما 8 فهي 1 0 0 0، ثم نرجعهم كامل الأصفار هكذا، نرجع فيهم كامل 0، ونخرج كيو دي نرجعها 1، فهذه 8. آخر عدد هو إذا كان 8 أضيف كيو أ 1 0 0 1 تعطيني 9، وهذه يسموه بي سي دي 7 قطع. بما انه درت 74 47، لازم ندير مصعد مشترك، وهو راهو مصعد مشترك. لاحظ انني درت مصعد مشترك مع الزائد. اما الشاهد الاخضر كان مهبط مشترك، معناتها